يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ شعبان عبد الجيد القارئ والمبتهل بالإذاعة والتلفزيون العربي. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا يا رب. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين ليجزي الذين أساءوا بما عملوا الذين يجتنبون كبائر الإثم الذين يجتنبون كبائر الإثم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع أعلم بكم هو أعلم بكم هو أعلم بكم إذ أنشأكم وإذ أنتم أجنة
أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بكم أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا عنده علم الغيب فهو يرى أفرأيت الذي تولى يرى أم ينبأ في صحف موسى وإبراهيم يا رب أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى ألا تزر وازرة أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يجزاه الجزاء الأوفى يا رب 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 إلى ربك المنتهى
المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة وأن عليه النشأة الأخرى وأنه وأنه هو رب الشعرى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى Yeah.
والمتفكة أهوى فغشاها ما غشا والمؤتفكة أهوى فغشنا ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى والمؤتفكة أهوى غشاها ما غشا فغشاها ما غشا فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى والمؤتفكة أهوى فغشا ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير هذا نذير هذا نذير من النذر الأولى أذبت فمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون
وتضحكون ولا تبكون. هذا الحديث عجبون وتضحكون ولا تبكون قربت الساعة والشمس والقمر فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة اقتربت الساعة بسم وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر
حكمة بالغة حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه فانتصر فانتصر فلتعلم ما بواب السماء بماء منغمر وفجرنا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه فانتصر فانتصر ففتحنا أبواب فجرنا الأرض عيونا فدعا ربه أني مغلوب ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر
وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء صدق الله العظيم. هذا هو القرآن لدراس الهدى دستورك الأسمى المنير المشرق آياته نبع العلوم فيه القضاء لحل كل قضية عن حلها أهل السياسة أخفقوا فمن قال لا فهو الغبي الأقرب. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان عشنا منصتين صامتين خاشعين لله عز وجل في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي شرف على تلاوتها علم من أعلام جمهورية مصر العربية وفخر قراء الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي فضيلة القارئ والمبتهل شعبان عبد الجيد شعبان القارئ والمبتهل بالإذاعة المصرية والقنوات الفضائية والتلفزيون العربي والمقيم بأبو رقبة مركز أشمون بمحافظة المنوفية وللسادة المعازين قبول العزاء وشكر الله سعيكم جميعا.